كما تستعد مؤسسة صناع الحياة لانطلاق القافلة الثانية إلى قطاع غزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. تضم قافلة صناع الحياة ما يقرب من 33 شاحنة منقسمة إلى شاحنات للمواد الغذائية وشاحنات للمياه وشاحنات للمستلزمات الطبية واحتياجات الأطفال. احنا بنحاول على قد ما نقدر وبنبذل قصارى مجهودنا عشان نساعد اخواتنا في فلسطين. بنجهز لهم كراتين فيها مواد غذائيه توصل لهم ان شاء الله، وفيها ميه مواد جافه عشان تساندهم. احنا النهارده موجودين من خلال 200 متطوع بنشارك في تعبئه كراتين غذائيه ان شاء الله تتحرك في القافله الثانيه ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لاهالينا في غزه. بنبدا من خلال المتطوعين تقريبا كل العمليات، بدايه من الكرتونه نفسها اللي لسه محتاجين نقفلها، نبدا نحط فيها المنتجات الغذائيه بتاعتنا، نبدا نوصلها بشكل لوجيستي المناسب اللي بناء عليه بتدخل وبتسلم زمايلنا في الهلال الاحمر الفلسطيني في الناحيه الثانيه من الاراضي الفلسطينيه. بنتاكد من جوده المنتجات، بنتاكد من جوده الكراتين، بنتاكد ان كل العمليات بتؤهل الكراتين ان هي تكون بتوصل بشكل ما يحصلش فيه اي هد. ده كله بيتم من خلال المتطوعين النهارده. يعني احنا موجودين هنا من اكتر من محافظه، موجودين اكتر من 170 متطوع عشان نشارك في تعبئه 5000 كرتونه. دي كرتونه غذائيه هتكون بتوصل لاخواتنا في غزه باذن الله. يعني يمكن بنكلمكم النهارده وفي خلفيتي زي ما بقول دايما عليهم خليه نحل من المتطوعين، شغالين بعزمهم وبقوتهم كلها، جايين من محافظات مختلفه، جايين من مسافات بعيده، اسكندريه، منوفيه، القاهره، جيزه ومحافظات ثانيه كمان. يمكن ده مش اول يوم لينا، ده ثالث يوم لينا بنعبي وبنجهز للقافله الثانيه لاهالينا في غزه. بيكون بدايات ان احنا بنتحرك مع التحالف الوطني، ان احنا مؤسسه من ضمن مؤسسات التحالف الوطني. التحالف الوطني بيتحرك بالشاحنات كلها للمؤسسات المختلفة. بنتوجه أول حاجة لمدينة العريش، بنعطي العربيات هناك، بنتأكد إن العربيات مرصوصة صح عشان ما يكونش فيه بلتات تضررت من أعمال الطريق، فلما بنلاقي إن في كراتين متضررة من أعمال الطريق بننزلها وبنعيد تعبئتها من أول وجديد وبنحملها عشان توصل لأهالينا بشكل كويس. شغالين إن إحنا بنعبي الكراتين، العبي فيها المكونات اللي هتروح إن شاء الله اللي اتحددت بناء على أساس احتياجات الناس هناك في غزة يعني.